طبعا خبر اوكي حنبدا على طول بخبر يعني ما هو كويس للاسف عشان نخلص منه بس بسرعه. بس احس اكيد اكيد له علاقه بالرياضه. اكيد اكيد ايوه. طبعا راح نبتدي مع الرياضه والحدث الابرز والمؤسف اللي شهده سباق جائزه البحرين الكبرى 2020 والحادث العنيف اللي ما شفنا مثله من زمان من زمان بعيد كمان في الفورمولا 1. طبعا من بعد ما راحت سياره هاس بقياده المتسابق رومان جروجان وتخبط بالحاجز الحديدي وتنفجر مباشره وكمان انقسمت السياره لنصفين يا جماعه. بس على طول طبعا جات السياره الطبيه ومراقبين الحلبه وتم اخراج المتسابق جروجان من وسط النيران اللي كانت مشتعله في السياره وعلى طول وضعوه في السياره الطبيه. طبعا تم ايقاف السباق على طول ورفعوا العلم الاحمر. العلم الاحمر يعني انه السباق اي السباق لازم يوقف. الحمد لله اصابات جروجن ما كانت قويه لكن تعرض لشويه حروق خفيفه في يده ورجله وبعض الرضوض كمان في ضلوعه. طبعا لعبت عوامل السلامه الموجوده في سيارات الفورمولا 1 على حمايه المتسابق جروجن بعد هذا الحادث الكبير لانه بعد ما انقسمت سيارته لنصفين علقت خليه السائق جوه الجدار الحديدي في وسط النيران اللي كانت مشتعله في السياره. وكمان الخوذة اللي كان لابسها المتسابق الفرنسي حمته من إصابات مميتة لأنها تتحمل وزن أكثر من 12000 كيلو جرام. والبدلة اللي كان لابسها كمان المتسابق حمته من حروق بليغة. فخلونا نقول لكم إنه المتسابق الفرنسي يحتاج لحوالي 28 ثانية عشان بعد الانفجار طبعا حق السيارة عشان يقدر يخرج من السيارة. وزي ما بنشوف في الصور هنا الصور بينت إنه هو خرج من السيارة وما في حذاءه الايسر ما هو موجود بسبب الحادث وهذا طبعا يقول انه ممكن صارت له حروق في رجله اليسار. اوف الحمد لله على السلامه له طبعا. هذا حادث يعني ما بينحسب عليه كان مميت لكن الحمد لله انه ما صار له شيء بالضبط انه كبير الحمد لله. انا خبري الفنانه المصريه الراحله رجاء الجداوي حياتها ستكون محور فيلم الجائحه قبل اصابتها بفيروس كورونا للممثل الاماراتي سالم العامري ويتضمن الفيلم احداث انسانيه ووطنيه تتعلق بالوباء وتداعياته ومن المقرر عرضه على احدى المنصات الالكترونيه خلال الاسابيع الجايه. نايس. اسمحوا لي غنعاود نهضر على شي حادث ما زوينش بزاف ولكن شكون اللي كتعجبو سلسله ستار وارز؟ ستار وورز انا من محبي سلسله ستار وورز وسمعت هذا الخبر اللي حزني بزاف على وفاه النجم العالمي دافيد بروز بطل مسلسل عن عمر حوالي 85 سنه بعد اصابه به بمرض السرطان. جايز اكيد انا بركه من الاخبار بس انه شو قصه هالاخبار عم تزعلوا والله بدانا حلقه حزينه يا جماعه ليش راح ام جونا سويتش يلا سويتش راح اخبركم عن طفله استراليه عمرها بس 7 اشهر اوكي بس شو ما بتبكي ابدا وما بتوقف ضحك نهائيا بسبب حاله وراثيه نادره عندها اياها بتخليها تنام 4 ساعات بس باليوم وحسب الاطباء هيدي الطفله بتعاني بمتلازمه بتسبب بتاخر النمو عندها وكل اللي بيعانوا منها بيكونوا سعداء ودائما بيضحكوا وهيك انا بعود مع الكل بس انه قد ايه تخيلوا شخص هيك بضل يضحك